عهد الإملاءات انتهى، مثل ما صرحوا به المسؤولين في البلاد بأن عهد صناعة الرؤساء انتهى، عهد الإملاءات انتهى. ونعطيكم برهانين عن ذلك. الأمس كنت في ورقلة، يأتيني مدير التنظيم بالولاية، جيت ينتظروني وينتظر المندوب اللي راح ننصبه باش يعطي بالخاتم يحط له الترخيص، لأن أمناء البلديات قالوا له احنا الأوامر جينا من السلطة، جيناش من عندكم. شايف اش معناتها هذه؟ وبالأمس ترأست في مقر السلطة اجتماع وزاري مصغر يضم 7 أمناء عامون للوزارات المعنية بتنظيم الانتخابات، ترأسته في مقر السلطة ليعرف يعني كيف تمشي الإدارة الجزائرية والوزارات نتاعنا. عهد الإملاءات ولا وانتهى، وما هيش من فائدة الجزائر، أنا أقولها بكل صراحة، ما هيش من فائدة الشعب الجزائري ولا من فائدة الجزائر أن تفشل هذه التجربة على السلطة المستقلة، لأن لو فشلت هذه التجربة النكسة تكون أشد من الأزمة اللي عشنا، النكسة تكون أشد بكثير من الأزمة اللي إذن كل الناس عندهم فائدة لإنجاح مساعي السلطة المستقلة، معناتها لإنجاح الاقتراع 12 ديسمبر بكل المعايير الدولية من الشفافية والحرية والحفاظ على الأمانة تاع الصوت حتى لا يدسها ولا يشبها أي دنس من أي جهة كانت أو من أي نوع كان.